أستاذ جميل، مساء الخير وأهلا بك في هذه النشرة الإخبارية. وفي أي سياق يمكن أن نضع كلمة مندوب مصر في الأمم المتحدة، خصوصا عندما يشير إلى الممارسات التي تنتهجها بعض الدول من نقل المرتزقة والإرهابيين بين بؤر الصراعات؟ هو احنا لو شفنا دلوقتي ان الاستخدام الإرهابيين واستخدام الإرهاب العابر للحدود لتهديد الدول واستقرار الدول، كل ده اللي احنا شايفينه في الوقت الحالي، وعارفين الدول اللي هي بتنقل التنظيمات الإرهابية وتنقل المرتزقة من مناطق الصراع إلى مناطق أخرى تريد أن تشعل فيها الصراع مرة أخرى. وعارفين أن تركيا هي الدولة الأولى في التعامل مع الإرهابيين والتعامل مع الإرهاب بتمويل من طبعا دولة قطر، ان هم بينقلوا الارهابيين. شفنا ما فعلوه في سوريا، شفنا ما فعلوه في العراق، والان يتم نقل التنظيمات الارهابية الى ليبيا، ومن قبلها كان اتعمل معسكرات لتنظيم داعش الارهابي في الصومال وفي العديد من الدول الافريقية. طيب استاذ جميل، هذه الممارسات تمارسها تركيا وقطر وعدد من الدول منذ سنوات عدة، ولا تزال تمارس هذه الدول نفس هذه السياسات في بؤر جديدة لهذه الصراعات. هل حان الوقت لتقييم موقف المنظومة الدولية، موقف الأمم المتحدة من هذه الدول، وإمكانية تفعيل المنظومة الدولية حتى نتجنب ازدياد الصراعات واندلاع صراعات جديدة من هؤلاء الإرهابيين؟ ويجب أن يتحرك العالم كله، المجتمع الدولي كله يجب أن يتحرك لإيقاف الممارسات دي ولإيقاف الدول. لو شفنا يعني مش مخفي على العالم كله وعلى دول العالم كلها ان قطر تحتضن على ارضها قيادات تنظيمات ارهابيه، ان تركيا نفسها بتحتضن على ارضها قيادات من تنظيمات ارهابيه وقتله ومعروفين بالارهاب وكل ذلك. وهو اصلا هي تركيا لا تخفي انها قامت بنقل المرتزقه والارهابيين من سوريا الى ليبيا، والامم المتحده والبعثه الامم المتحده في ليبيا تقول ذلك صراحه وعلانيه. بالطبع يعني، وهو اصلا اعلنها اردوغان من فتره، قال ان احنا هننقل العناصر اللي موجوده في سوريا والعراق هننقلهم الى ليبيا، وهننقلهم، وحدد كمان قال ان احنا هننقلهم الى سيناء. كل ده واضح امام العالم كله، واضح وضوح الشمس ان هو بيعتمد على التنظيمات والارهابيه اللي موجوده في سوريا وفي العراق. ولو نعرف ان هو الداعم من اول كان لتنظيم داعش الارهابي في سوريا والعراق، وكان بيشتري منهم النفط ومقابل السلاح، كان بيديهم السلاح وكان بيديهم اموال مقابل ان هو بيشتري منهم النفط اللي كانوا هم مستودين عليه في سوريا والعراق. والعالم الان ربما بات ينتظر ما سوف تفعله منظومه الامم المتحده والمجتمع الدولي في لهذه الدول التي تقوم بنقل الارهابيين والمرتزقه بين بؤر الصراعات، سواء كان ذلك في العراق او سوريا او حتى في ليبيا مؤخرا. على اي حال، الاستاذ جميل عفيفي نائب رئيس تحرير جريده الاهرام، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله وعلى كل هذه التوضيحات.